الناس اللي جايه بقالهم 3 دقايق في في كاس العالم النهائي الان. هنا تعال نروح الاحمر. لزميلنا كريم احمد ولقاء مع مروان عطيه. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم، فوز مهم جدا الحقيقه، وهم دول رجاله النادي الاهلي، الكل كان على قلب الراجل الواحد زي ما بنقول، ثقتنا كبيره في كل اللعيبه. مروان عطيه مبروك يا مروان، كالعاده فرحت كل الشعب المصري الحقيقه، وجمهور النادي الاهلي تحضيرك كان على قدر الوثاق، لكن اثبتوا كالعاده انكم كلكم على قلب الراجل. حابب تقول لكل جمهور النادي الاهلي؟ حابب اقول لهم احنا بنهدي لكم الفوز ده النهارده، والحمد لله كان ماتش صعب بس قدرنا نتخطاه يعني، والحمد لله نفكر في الماتش اللي جاي. فرقه امريكا دي فرقه برضو مش سهله، فرقه صعبه جدا، وان شاء الله نحضر للماتش اللي جاي باذن الله. قدرته بشكل جيد جدا يا مروان الحقيقه الفتره اللي فاتت، الكل كان بيركز، الكل كان بيحاول ان هو يجتهد عشان يفرح كل جمهور النادي الاهلي. قول لي مستر كولر حضركم ازاي عشان تنزلوا تحققوا نتيجه كبيره الحقيقه، 3-0 نتيجه كبيره. اكيد طبعا، اكيد احنا مش جايين من مصر لحد هنا المغرب 5 ساعات سفر عشان نيجي ضيف شرف او نلعب ماتش ونمشي، لا اكيد الاهلي اكبر من كده بكتير، جايين ان احنا نكسب ماتش واتنين ونلعب نهائي، طموحاتنا ان احنا نلعب نهائي وناخد البطوله ان شاء الله، وكلنا من اول يوم في المعسكر واحنا مركزين وعايزين نعمل حاجه في البطوله دي، وان شاء الله بدايتها كانت من النهارده، وان شاء الله ماتش وخلص ونفكر في الماتش اللي جاي باذن الله. مش هطول عليك، لكن عندك حلمين تحققه، حلم ان انت تكون متواجد في النادي الاهلي وتشارك كمان في كاس العالم للانديه، بيمثل ايه لمروان عطيه الاحساس ان انت تحقق حلمين في وقت قليل جدا؟ اكيد طبعا فخور جدا وبشكر ربنا طبعا، ربنا كبير واداني حاجه كبيره وقيمه كبيره، وان شاء الله بقدها واحافظ عليها باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك حبيبي.